والاتفاق طبعا اللي هي انا اتكلم عن الهلال والاهلي تحديدا لانهم كسبوا المباراه. استاذنك بس ابو تركي، بس نعلق على اللقطه هذه. يرجع تعليقك مدرب مع الحكم، كان مع الحكم نهايه المباراه دكتور. تعليق الدكتور صح، ما اقول لك طبيعي، هذه ترى تركيز على يعني يعطي لاعبينا حماس لما المدرب احسن من المدرب اللي جالس بكرسيه. هذا تفضل في حتى لو بيتكلم على الحكم اوكي. طيب اللهجه حتى تكون اللهجه سب، ما هذه بشر، هذا ما هو ترى ما هو من الصحابه ولا من الانبياء. احنا ولا تسمي الملائكه.